مرحبا أدهم. اخيرا جاء دور نوت 10 بلس. طبعا نوت 10 بلس هو احدث اقوى اكبر اضخم ربما اطول جوالات نوت على الاطلاق. الان قبل ادخل في تفاصيل هذا الجوال، نوت 10 بلس يجيك بشاشه رهيبه جدا، كاميرا متطوره، تصميم حلو ومواصفات عاليه، والقلم الخاص فيه ما زال يتميز فيه. كل هذه اشياء روعه تخليك حتى لو كنت تحب النوت الآن المفروض يزيد حبك له، فهو الأفضل بهذه السلسلة بكل اختصار. لكن تعالوا ندخل بالتفاصيل زيادة شوية. أولاً لغة التصميم ما اختلفت كثير عن السابق، الجديد هذه السنة وهذا اللون اللي بالأساس كأنه مراية، صحيح يذكرني بجهاز إكسبيريا القديم، لكن الفرق هنا هو أنه يعطيك انعكاسات هذه الألوان الكثيرة مع الإضاءة. هل هو حلو؟ يعتمد على ذوقك. أنا عن نفسي كنت أقول أنه عاجبني قبل لا أشتري. طبعاً الأشياء الغريبة وأنهم خلوا زر الباور باليسار بحكم أن الأغلبية أيمن، يعني يستخدم الأجهزة بيد اليمين، بالتالي ممكن يكون شوية متعب بالبداية أنه باليسار، خصوصاً إذا بغيت تصور الشاشة يصير لازم تستخدم يدك الثانية. كان شيء غريب شوي بالنسبة لي. طبعاً مدخل السماعة الكل تكلم عنه، شالته سامسونج هذه السنة بعد ما جلست تسخر سنوياً من شركة أخرى من أحد المنافسين، الآن بكل بساطة شالوه. أحس أنه المفروض ما يسخرون بما أنهم دارين أنهم بيشيلونه بعد فترة. بكل الأحوال التسريبات جابت الموضوع غلط، الصندوق مع هذا الجهاز ما راح يجي معه وصلة التحويل من USB-C إلى السماعات العادية، لكن سامسونج راح توفرها لك بقيمة $15 بموقعهم، وأدري بأنه هذا حتى سعر أعلى من أبل. بس السؤال، هل هي مشكلة؟ شخصياً عدم وجود مدخل سماعة ما عاد صار مشكلة من سنوات صراحة، من يوم أبل دفعتنا للسماعات السلكية صرت أستخدم سماعات لاسلكية وصرت أشوفها حتى أريح، فبالتالي بالنسبة لي ما هي مشكلة. إذا كنت أنت إلى الآن ما انتقلت إلى السماعات اللاسلكية فأنصحك تنتقل لها لأنه راح ترتاح أكثر. ثم ننتقل للبطارية. شخصياً بديت أفقد الثقة في أن سامسونج تعدل أي شيء بخصوص البطارية. نوت 10 صغروا بطاريته صارت أقل من نوت 9. نوت 10 بلس اللي هو موجود هنا معي بطاريته 4300 ملي أمبير، استهلاك البطارية هنا أشوفه عالي على فكرة، فهو تقريباً الجوال يعطيني 4.5 ساعات إلى قرابة 5 ساعات تشغيل شاشة، وإحنا قاعدين نتكلم عن أنه جديد، فكيف راح يكون هذا الرقم بعد سلسلة من التحديثات؟ لكن الجانب الحلو والكويس أنه الشحن اللي يجي مع الجهاز أعجبني، خلال نص ساعة شحن يعطيك 65%، وخلال 50 دقيقة أعطاني 90%، وخلال ساعة وستة دقائق شحن البطارية بالكامل. فالشاحن صراحة جدا ممتاز، ولو أنه ما كان الأسرع لكنه ممتاز. ننتقل للشاشة اللي بالتأكيد كعادة سامسونج الشاشة هنا متميزة. شخصياً الشاشة واحدة من الأشياء اللي تفتح نفسي أن يستخدم هذا الجوال بشكل يومي، شاشة مبهرة وممتعة لمشاهدة الفيديوهات والاستخدام اليومي. الكاميرا الأمامية حاطينها بداخل الشاشة بالمنتصف، غالباً كويسة، أنت حظك، أحياناً تحس أنها ما تغطي على المحتوى هذا غالباً، لكن أحياناً أخرى قليلة ممكن لاحظت أنها تغطي على بعض النصوص، هذا يعتمد على التطبيق ويعتمد على إيش الأشياء اللي تعرضها في الشاشة. البصمة كذلك هذه السنة صارت موجودة بالشاشة نفسها، أدائها كويس بمعنى أنه كل مرة تحط إصبعك عليها فهي تتعرف على إصبعك، صحيح مو الأسرع، فهي أبطأ من البصمة اللي مستخدمة في الجيل السابق مثلا، وأبطأ حتى من تقنية البصمة اللي موجودة لدى معظم المنافسين. وهذا يخليني أتساءل ليه سامسونج مصرة على هذه التقنية دامها أبطأ. نعم ممكن تقول أني ليش مدقق على تفاصيل زي هذه بسيطة، لأكثر من سبب. أولاً إذا بشتري جوال غالي جداً ب4000 ريال وفوق، لابد أن تكون هذه التقنية اللي بستخدمها يومياً أكثر من 20 مرة شغالة بشكل ممتاز. ثانياً إذا كانت ممتازة جداً بالجيل الماضي فلا تغيرها بشيء أسوأ. وفي شغلة إضافية أعتقد أنهم يقدرون يحلونها من خلال التحديث، أنه دائماً والشاشة مقفلة وأطلع الجوال مو دائماً أحط أصبعي بالمكان الصحيح، والسبب أنه ما وضعوا أي علامة توضح مكان البصمة مثل بعض المنافسين. وفي شغلة إضافية بصراحة لاحظتها متأخر بجوالات إج ما كنت ملاحظها من زمان، وهو عدد من تطبيقات السوشيال ميديا مثل سناب شات، إنستغرام وحتى غيرهم على فكرة، مو بس هذولا، راح تلاحظ بأنه أطراف الفيديو تصير مقصوصة وما تظهر كاملة. وعشان أكون عادل الصراحة هذه لاحظتها بمجموعة من الجوالات مو بس سامسونج، بس أتمنى من كل الشركات سامسونج وغيرها أنهم يا أنهم يتخلون على الإج، ولا على الأقل يعطونا نسخة مسطحة.
ثم ننتقل للكاميرات اللي هي صارت 4 بالخلف. بشكل عام أداءها ممتاز، هذه الكاميرات تقدر تعتمد عليها وتعطيك صور ممتازة جدا. سامسونج أخيرا قررت تقدم الوضع الليلي بهذا الجوال مثل هواوي، اللي بالفعل يعطيك صور أفضل مقارنة بالوضع العادي. لما جربته حسيت أنه في تحسن كبير، بس اللي لاحظته بالمقارنة مع B30 Pro أنه ما زال جهاز هواوي أفضل. مو بس أفضل في إضاءة، يعطيك تفاصيل أكثر، شوف الطاولة، شوف كل شيء، راح تلاحظ الفرق. حتى بالعزل لاحظت أنه أداء Note 10 Plus في العزل ممتاز، لكن تقريبا ما زالت نفس المشكلة السابقة موجودة، أن التفاصيل تخف وتختفي مقارنة بالمنافسين. هذا لا يعني أبدا أنه كاميرا Note 10 Plus هي سيئة، لا، الكاميرا ممتازة، الكاميرا يعتمد عليها وراح تعطيك صور ممتازة بالاستخدام اليومي، لكن ربما أنها ليست الأفضل. استغربت أنه سامسونج ما دخلوا مثلا بمسابقة الزوم اللي يسوونها الشركات الأخرى، بخصوص الشركات الصينية واللي وصلت إلى 15 أضعاف تقريب بصري، لكن ربما أنهم يبغون يوفرون هذه الميزة لإس 11، مين يدري. كانت سامسونج سابقا تسابق على المواصفات وتقدم اللي ما حد يقدمه، نوعا ما هذا الشيء فقدوه، لكن الشيء اللي ما زال يميز النوت هنا هو القلم. ما أدري عنك، أنا من الناس اللي أستخدم القلم أول أسبوع أجرب الميزات الجديدة وبعدين أسحب عليه بكل بساطة، لكن الناس اللي يعتبرون القلم شيء أساسي في حياتهم يسعدني أقول لك أنه في مميزات جديدة هنا. أولا، إذا كتبت أي شيء فإن الجهاز بيتعرف عليه وتقدر تبحث عنه، وهذه ميزة مرة رهيبة ومفيدة، لكن بحسب تجربتي إنها ما تدعم العربي للأسف، وأتمنى إنها تتحدث مع التحديثات الجاية وتدعم العربي. الميزة الثانية، صار تقدر تغير بين الكاميرات أو الأوضاع عن طريق الحركات الخاصة بالقلم. بصراحة ما أشوف نفسي أستخدم هذه الميزة. بالنهاية حسيت إنه سامسونج جالسة تحاول تخليك تأخذ نسخة بلس قدر الإمكان، يعني قاعدين نتكلم عن حطوا بطارية أكبر وكاميرا زيادة، دقة شاشة أكبر ورام أكثر، نوع فيها نسخة 5G ومدخل الذاكرة الخارجية اللي راح يفرق بينهم، وكل هذا عشان تأخذ الجهاز الأكبر والأغلى طبعا. بس السؤال، هل Note 10 Plus أو Note 10 بشكل عام اليوم يستاهل؟ شخصيا نشوف، إذا أنت من عاشقي ومحبي النوت فنعم، النوت 10 Plus وخصوصا بفضل القلم، وكنت أنت تحب القلم، راح يكون مفيد لك، راح أرشح لك Note 10 Plus بالمركز الأول. لكن بعدها راح أرشح لك Note 9 ثم بعد Note 10 لاعتبارات كثيرة، منها الميزات وحتى السعر. لكن إذا ما كان يهمك القلم فراح أقول لك أنه بهذا السعر في خيارات أخرى أوفر، مو من شركات أخرى بس، بل حتى من سامسونج نفسها. فمثلا الجالكسي S10 Plus راح يكون أوفر وهو ممتاز جدا. بالنهاية يعطيني رأيك في هذا الجهاز وبكل هذه التفاصيل ذكرناها بالأسفل بالتعليقات. أنا دائما أشوفك الفيديو القادم، مع السلامة.